ولدكم ولدكم مرحبا مرحبا وسيفه يرجع الباب يرجع الباب فين قاعون عادت عليكم يا الصياب الله يسلم ولدكم ولدكم مرحبا مرحبا وسيفه يرجع الباب يرجع الباب عافية عليك وين تيسكم؟ تيسك يلا تيس حصلتي وايد؟ ايوه ايوه بابا عافية عليكم عيالي عافية عليكم عافية عليكم عيالنا الليلة اللي تقرقعون واحنا الحين نستعد في النهار ونبرز اغراضنا عشان ليلة القرقعون تعالوا نجلس مع بعض ونشوف شنو القرقعون حياكم عيالنا اليوم نتكلم عن القرقعون القرقعون هذه عادة قديمة من زمان وعيالنا يطلعون بالنص من رمضان مستانسين من بيت لبيت ويعطونهم قرقعون والقرقع معروف يعني النخي والنقول والحلاوة ها والتين والشن هو بعد اليوز البيذان هاي كلها وزعون عليها ويستانسون لها البنات بروحهم والأولاد بروحهم وعادة الأولاد يطلعون بعد بروحهم يقولون غير البنات حتى ويتوني كلكم وانتوا تقولون كلكم قرقعون عاد عليكم من ها هذه يقولونها منهم البنات لكن الأولاد كنا نقول لا نقول سلم, ولد. سلم ولدهم يا الله وتخلي لهم يا سلم ولدهم يا الله وتخلي لهم يا الله بعد نقول بعد نقرأ شو حلاوات على النبي صلوات نقرأ شو حلاوات إيه سلم ولدهم وحنا نطبق والأولاد خشنين ويستعملون الطبل طبقتك طبقتك يا الله والبنات هادئين والبنات عادة يتياولون ثلاث أربع وحدات مع بعض أو خمس مع بعض أو مع قواتهم صغار ويروحون من بيت لبيت وإحنا يعني لازم نحافظ على خواتنا وإحنا نروح لبيوت نجودهم بيدهم قصة ليل إحنا ما نبدأ من نص الليل نبدأ من يصلون المغارب نروح القرقع والأولاد نفس الشيء بس في استعدادات قبل حق رمضان حق القرقعون طبعا الأهالي يروحون يشترون قرقعون خاصة اللي عندهم عيال عادة البيت اللي عندهم يهال صغار يشترون قرقعون عشان يستانسون الصغار بالقرقعون وتقول سلم ولدهم يا ولدهم يا الحباب بدل ما تقول يا ولدهم محمد يا الحباب إبراهيم يا الحباب على اسم ولدهم ويعطونهم ويستانسون هو اللي يهال يستانسون والبنات يستانسون يوزون عليهم كل واحد تشيس كل واحد عنده تشيس مثل ما انتم شايفين الحين كل واحد عنده تشيس يحط فيه قرقعون ويترسه ليل عشاء تردون بيوتكم عدل بعد حتى الكبار بعد يطلعون بعد يطلعون قرقعون وقرقعون احنا كالاولاد كنا اول نستعد قبل موات نروح سوق مال اللحم هناك يذبحون كانوا الخرفان فندور الجلد مال الخروف ونسوي منه طبل لا طبل هذي هاي من جلد الغنم عدل اي كله مال اي مال والطاره بعد ايش اعطي الطاره حتى الطاره ايوه ايوه حتى الطاره بعد ايوه قرقعون انت بقولوا انت ما تطقون البنات ما يطلعون معهم لا طبول ولا شيء بس بروح قرقعون قرقعون قولوا بروح قولوا قرقعون عادت عليكم ويا صياح الله يسلم ولدكم اي شوف حلوين حلوين شوفوا شوفوا انتوا رقيقين وايد رقيقين شو يقولون الاولاد؟ سلم ولدهم يا الله وتخلينهم يا الله سلم ولدهم يا ابوي فوضويين مالهم هم اي 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 ولين شافوا والبنات اللي شافوهم يخافون يتلعزون عنهم المهم عيالي احنا ثلاث ايام كلها نقرب مو بس ليله واحده ليله 14 وليله 15 وليله 16 كلها نقرب اللي ما رحنا لهم نروح لهم اول عاد احنا بعد اللي ما يعطوني بعد نقول لهم كلام مو بزين عيب طبعا ما نقول لهم بعد ما تدري ظروفهم فقاره والله ما عندهم عيال ايش لعبه بس احنا لسان طويل اول واللي يعطوني شو نقول لهم كلها بياض بيض الله ويوفهم كلها بياض
بيض الله ويوم كلها بيض بيض الله تنك تنك. زين احنا مره يعني حصلنا شنو؟ حصلنا بيزات. يعني ساعات ساعات تعطون بيزات ساعات تعطون رباب حتى نص دينار حق ربيات هو اللي اعطونا. كل بيت المهم يجمعنا ذاك اليوم من البيوت بثلاث ليالي يجمعنا يمكن 30 ربية. زين وال وتجي اسحب للقرقعون يسوون اول شيء يسوونه قبقه. سمعتوا عن القبقه؟ لا ما سمعتوا؟ القبقه هذه ياكلونها من الساعه 11 في الليل. يعني الريال يعزم ربعه مثلا ويسوون لهم سمك ولحم في الليل. لا ده كله لحم كله لحم في الليل يبون صافي مندليب مثلا والله شنعان والله شعريه ومحمر وياكلون ما شاء الله. هاي يسمونها قبقه. حتى النسوان بعد يجمعون بعضهم بعض بعد يسوون قبقه وياكلونها بعد. انسين احنا حصلنا 30 ربيه لكن نبي نسوي بعيش عشان نسوي قبقه وين نجيب العيش؟ فكرنا فكرنا جاتني انا فكره شيطانيه. قلت لهم ايش رايكم؟ لان المسحر في يوم ثاني مال القرقعون في النهار يروح يطق على البيوت ها؟ يقول تاك 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 يطق البيوت يقوم واحد صغير ياخذ هاللون شو اسمه؟ وسله صغيره ويروح يدش البيوت يقول لهم المسحر المسحر عند الباب يقومون يحطون له عيش. عيش ني طبعا. قلت لهم ايش رايكم انا اسوي المسحر وانتم دشوا البيوت واقول لهم المسحر هذا بس لو شافينا المسحر ذبحنا. قمت انا اطق طبعا ويدشون ها قلت المسحر المسحر يقولون ما انا بعيدكم ما يشوفوني. يحطون لهم عيش روح البيت الثاني بعد مسحر 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 يعطون بعد يوم معنون العيش. قلت بس تعال تعال قبل اي المسحر. رحنا اخذنا العيش وطبخناه بيت ناس من ربعنا من اللي ويانا والسمك اخذناه. شرينا السمك من البيزات اللي عندنا 30 ربيه شرينا السمك وقليناه ما شويناه وحطينا في الليل محمر وكلناه. يوم ثاني المسحر راح يطق حق البيوت اللي احنا دشينا فيه قال احنا اعطيناه. قال ما حطيتوني شيء. قال مني اخذ ما اعرفه لكن عقب عرفه قام ابوي اعطاني كف. يقول تحمل مره ثانيه. اي بعد حرام مو بعدل عاد احنا ترى معرضين واحنا صغار حق الخطا لكن نتعلم من الخطا انه مره ثانيه ما اسوي هذا الشيء. زين الكبار بعد يستانسون بعد الكبار بعد يستانسون بالقرقعون يدشوا كبار يوم ثاني ونسوان بعد يجون ترى نسوان مع بعض بعد يشون البيوت ويقرقعون ويغنون لهم مال الكبار يعطونهم بيزات. هذه كان يومين ثلاثة وخلاص ولا يطولون وايد لأن شهر رمضان شهر عبادة بس هاي ترويح شوية حق العيال حق اليهال لأن اليهال كله قاعدين ناس يصومون ناس مصومون صغيرات وغيره ذي 15 يوم يلا انسوهم شوية يضبطونهم يعني مو لا هي عبادة ولا هي شيء والله شهر رمضان هو كله لشهر العبادة لك هاي تسلية شوية. زين خلصنا حين هذه قرقعون نفس الشيء بعد هاي المسحر في عقب ما في العيد بعد يصير عيد وهذه بعد يطوف الشيء ويعطونا بعد بيزات. هذه كلها عن القرقعون. الحين احنا خلصنا القرقعون وفي طبعا يسوون بعد الفريسه بس الفريسه بنسويه في الاخر بنرويه عيالنا شين هي الفريسه وشلون يدورون بعد مع القرقعون ويصطفون ويستانسون. لكن الحين انا ابي الحين نغير جو وننتقل الى فقره وعقب ان شاء الله نتكلم في شيء ثاني. ايش رايكم ناخذ لعبه شعبيه؟ اوكي حبس لبس انجر رجالة حبس لبس انجر رجالة نورة معانا حبس لبس انجر رجالة حبس لبس انجر رجالة فاطمة معانا حبس لبس انجر رجالة حبس لبس انجر رجالة شريفة معانا حبس لبس انجر رجالة
عيالي حمن رد حق الأمثال الشعبية، حطوا بالكم، الطيب يغلب الطبيب، الطيب يغلب الطبيب. وقبل نتكلم عن هذا الطيب يغلب الطبيب، نحن دايما لما نروح حق الطبيب أحيانا من كثر المرضى اللي عنده شوفه كله متضير الطبيب وكشر، وانت بروح جاي وتعبان ومريض، المفروض شو يسوي الطبيب؟ سعيد طيب، يبتسم، يلاقي المريض بروح طيبة. لأن إذا أنت مريض ورحت حق طبيب مكشر، ايش فيك؟ ها؟ وين وين عولج؟ صدرك شوف ها؟ شوف شوف لعيمك ها؟ ها روح كذا. شو ذي طبيب؟ طبيب يكون مبتسم. الطبيب قبل لا يصير طبيب يكون إنسان. إنسان، أنت حنياية رايح له وأنت مريض. نص العلاج لما الطبيب يبتسم لك ويهدئك ويقول لك انها ترى شيء بسيط اللي فيك، ان شاء الله بتقوم بالسلامه، وشو ويكشف عليك يطالعك وبس فيك. ها ها سوي اشعه روح سوي. لا لا لا، احنا مو كل طبعا الاطباء، في اطباء ناس طيبين تسمع كلام حلو، وفي طبيب ما يعطي كويس. فالطيب يقلب الطبيب، فاحنا بالطيب يصير احسن، لان نص العلاج يقول لك كله الابتسام من الطبيب. زين، يقول طوفة تصده وطوفة ترده. يعني مسكين هو على نيوته يبي مساعدة، طوفة ترده وطوفة تصده. لا يعني طوفة كفخونة. يعني لا يعني الأشخاص. أي واحد يردونه. ناس يردونه وناس. يا سلام عليك. إنزين يقول لك هذه طوفة هبيطة. الطوفة الهبيطة معروفة، الطوفة لك النازلة، لكن الطوفة هبيطة إيش معناها في المعنى؟ يعني يقول ليش أنا طوفة هبيطة؟ تقص علي مثلا. يلا سعود. يعني تشوفني أنا غبي تقص علي، غبي أنا عشان تقص علي. يعني أنا طوفة هبيطة يعني عبالك أنا غبي ما أعرف أفكر. يعني بكر بهالمعنى. زين، طرار وتشرط. شلون طرار؟ طرار وتشرط أبوي. يعني مثلاً واحد في الشارع قاعد يتطلب بيزات، وبعدين هو قاعد يتشرط علينا إن إلا تعطوني بيزات. حيوها تمام، إلا تعطوني. لحظة، أنا مثلاً ده خمس روبيات نص دينار، قال لا أبي دينار أبي زي أي بس هل أعطيتني؟ نعم أبي زودي. قولت الضوء ما تورث إلا رماد. الضوء ما تورث، عارفين الضوء اللي هي يمرة مثلا في الاخير شو يصير؟ رماد. رماد ايه الفحم هاي يخلف يصير رماد في الاخير. شلون الارض ما تورث؟ الضوء ما تورث الا رماد، كمثل يعني. شنو يعني؟ يعني هذه انسان مثلا، هذه انسان ريال زين وطيب، لكن ولده ولا بنته مو تعبانين، وين ذاك ذاك الضوء الزين؟ عرفتين رماد هذه يعني هاي ولدي بس الحين. يقول لك لا تسرف لو من البحر تغرف. شنو تغرف؟ شيل مو هاي. ها؟ لا انه اشوف مكل الجو ها ابوي. يعني مثال انا احب اتسبح، قاعد اخسر الموية اخليه مبطل، يقولون لي لا تسرفين وروحي خذيلش من البحر. لا بعد صح اللي قلتيه تي، بس يعني لو عندك ماي وايد وتسبح من البحر بعد لا تسرف منه، يعني لا تكثر منه. يعني ديننا دائما يدعونا الى عدم الاسراف في الشيء، كل شيء الاقتصاد عدل، الاقتصاد ينفعنا وبيتسبح غيرنا في البيت مثلا وكل شيء. نعم، وبيل بيلنا بعد. نسيت الدين، انتم ما تحسون بالبيل، انتم كل الليتات مبطله اعرفكم. كل الليتات مبطله ولا سيارات كلها مبطله تشتغل، البيل حق ابوكم يدفع ثمن الكهرباء باكر. يوم تطلعوا من الحجره بندوا عدل، بندوا الليتات، بندوا المكيفات، صح ولا لا؟ الاقتصاد في الشيء هاي وايد زين، لان هذه يعلمكم على الاقتصاد، وانتوا علموا عيالكم نفس الشيء. بس تتعودنا وانت طالع من حجره بند الليت بند الايسي طالع، قبل لا تطلع رتب اغراضك، تعود هالعلومه هذه زينه. اولاد وبنات، مو نتكلم بس البنات، البناتكم اللي يرتبون، حتى الاولاد انتوا عشان لا تتعبون الوالده تتعب امكم.
رايكم الحين ناخذ الغاز؟ اوكي. الغاز زين. يقول لك مصنوع من قطنه، إن سحبت اذنه انتفخ بطنه. شنو؟ ها الشراح. ايوها. ابيض بطنه، ايه، اسود ظهره، ايه. جدر يا ولد، فهمي يا مرة. انا قلت الجواب الجدر. الجدر صح. ايوه. يا سلام يا سلام يا سلام. يقول لك طاح من فوق ولا انكسر؟ كسرت بيدي وانكسر. طاح من فوق ولا انكسر؟ هو شيء يؤكل. طاح من فوق ولا انكسر؟ كسرت بيدي وانكسر. حطونا مع السلطة. لا لا لا، جريب 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 جريب. عطش عطش. خس. لا لا عطش. بصل. ايوها ايوها. هاي تصيح البصل ما صاحت. ايوها. هذا 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 بعتيه. يقول لك الذبحه وصيح عليه. ايه البصل هذا الطير بعد هذا بس يوم. يوم طاح البصل. زين تاخذ الحين خل الحين. يقول لك بنات مسعود، بنات مسعود عمايمهم خضر وملابسهم سود. بنات مسعود عمايمهم خضر وثيوبهم سود. هو بعد من الخضروات باذنجان. صح. ان شاء الله حين استنستوا من الالغاز وعرفتوا شيء ان شاء الله ينفعكم. والاول الحين نرجع حق قرقعون. في شيء يسمونه الفريس، طبعا كلكم سمعتوا عنه. الفريس اللي عباره عن كانت من فرس واحد يلبسه هاللون ويسمعه ضربات الطبل تنتقى 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 والناس تستانس من المنظر هذه، مو بس الطبل ويلا قرقعون وغيره. فهذا دائما الكبار لما يدشون البيوت وما يقرقعون يستعملون هالفريسه. تعالوا نشوف الفريسه على الطبيعه. أتمنى أنكم إن شاء الله استأنستوا مع حلقة اليوم. أتمنى لكم أيام سعيدة وكل عام وأنتم بخير، وأشوفكم باكر بإذن الله وفي أمان الله.